برضو يعني تدرب التواصل معانا في وزارة المالية بعد التغيير في الأصل، والحقيقة يعني أول حاجة لازم معالي الوزير الثانية اللي الأمن المهمة اللي موجود فيها في خلال الفترة اللي ظهرت وزير المالية، ورغم إنه تم كل التقدير وكل الاحترام فيما أداه، أداؤه مش مجرد تقدير مالية إلا وفيما سبق في وزارة المالية في الفترة الطويلة جدا من الأداء على المستوى الرفيع والأداء المتميز، وعمل أقصى ما يمكن أن نقوم به في خدمة العمل وخدمة الوطن بأقصى قدر من الجدية والإخلاص. الزملاء قالوا لي إن إحنا محتاجين نعمل مؤتمر مع حضراتكم عشان يبقى في تعارف وفي تواصل بالنسبة للوزارة وبالنسبة للخطط والخطط وأساليب العمل اللي احنا بنطبقها في الفترة القادمة في ضوء السياسة العامة للدولة. وزارة المالية بتشتغل في إطار دار علاقة بالسياسة العامة للدولة وتوجهاتها، وبالتالي بننفذ هذه السياسة بأقصى قدر من الكفاءة الممكنة لتحقيق الأهداف اللي موجودة في خطة الدولة الاقتصادية وخطة الدولة المالية في الفترة القادمة. احنا حاطين